من المقرر أن تعقد جبهة البوليزاريو مؤتمرها الاستثنائي الشهر الجاري، والذي سيخصص لانتخاب أمين عام جديد للجبهة، وهو الرئيس الجديد للجمهورية العربية الصحراوية خلفا لزعيمها الراحل محمد عبد العزيز. فيما أعلن وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد سالم مول السالك أن المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليزاريو سيلتئم في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. وقد أصدرت أمس اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب خط الشهيد بيانا قالت فيه إنها عقدت اجتماعا لمناقشة آخر تطورات النزاع على ضوء المستجدات الأخيرة التي من بينها التحضير لعقد مؤتمر استثنائي. وقالت إنها كانت تنتظر أن يكون المؤتمر مناسبة للمصالحة والحوار والوحدة الوطنية، ولكن بعد تشكيل اللجنة التحضيرية تأكد أنه مجرد مسرحية لتمرير مخطط الجزائر الهادف إلى تعيين خلف للرئيس الراحل على حد تعبير البيان. ولهذا الغرض نستضيف لكم في نشرتنا هذه المحجوب السالك عضو اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب منسق خط الشهيد. أهلا بكم سيد السالك المحجوب. مرحبا. عفوا المحجوب السالك. أهلا وسهلا تحياتي. إذا في أول أسئلة التي لدينا، وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم السالك أعلن عن انعقاد المؤتمر الاستثنائي لانتخاب رئيس جديد للجبهة سيكون مطلع الشهر الجاري، ما هو موقفكم أنتم في خط الشهيد؟ هو في الحقيقة بالنسبة لنا ليس مؤتمرا، كنا نود له أن يكون مؤتمرا يتمكن من خلاله الصحراويين بالمخيمات من اختيار رئيس جديد يحس بمشاعرهم وآلامهم تحت الخيام خلال 40 سنة ليبحث لهم عن حل، ولكن قيادة البوليزاريو رفضت وأرادت أن تجعله مؤتمرا مسرحية تأتي بما تراه مناسبا من البيادق والمصفقين لكي يصفقوا لرئيس جديد اختاروه بأمر وبصاية من الجزائر. نحن كل ما كنا نريده، لأن من يشارك في هذا المؤتمر الذي يتكلمون عنه يشارك فيه 25% منتخبين، وما بقيهم المعينون من طرف القيادة، ما يسمونهم السفراء والمدراء العامون ومسؤول الدوائر ومسؤول المؤسسات والهيئة الأركان للنواحي وللنواحي العسكرية وغيرها، وبالتالي تصبح الأغلبية معينة من طرف القيادة، فهي تصوت على من تراه القيادة مناسبة. القيادة الآن تقدم أحدا ترى فيه أنه سيكون رئيس، بينما هو من الحرس القديم، ونحن في المخيمات كنا نريد أن يكون الرئيس شابا من الشباب الذين ازدادوا في الجبهة ويعرفون الجبهة ويحسون بألامهم ومعاناة الناس، ليس من القيادة، ليس من الحرس القديم الذي عاش على حساب معاناة الناس واستغنى على حساب هذه المعاناة والتضحيات ولا يدور حلا. لهذا اعتبرنا أنه مجرد مسرحية لتمرير من تراه الجزائر أن يكون حاكما بدل محمد عبد العزيز رحمة الله عليه. هل هذا يعني أنكم تعارضون كل من كان من الصف القديم مع محمد ولي عبد العزيز رحمه الله؟ نحن نعتبر أن القيادة الحرس القديم هما قيادة عاشت على حساب هذه المعاناة، تاجرت بهذه المعاناة، لا تحس بحس المعاناة، لا تعيش ما يعيشه الصحراء في المخيمات، هم يعيشون في نعيم قرب شعب يعيش في جحيم. مبرراتنا هو العمل الميداني اليوم الذي نعيش معه، ما القيادي لا يعيش نفس ظروف الانسان في المخيم. القيادي سيارته مكيفة الهواء، مكاتبه مكيفة الهواء، فيلات في تندوف وفي زويرات وفي نواذيب وفي اي مكان، بينما الانسان الصحراوي البسيط يعيش 40 سنة تحت الخيام في درجة حرارية حاليا تتجاوز 52 درجة. اذا قلنا انه لا بد من يسمح للشعب عبر انتخابات حرة وديمقراطية لاختيار الشباب. كيف يقولون بان البوليزاريو صنعت الأطر وحتى الآن نستطيع 40 سنة نستطيع أن نخلق جيلا جديدا؟ هذا هو التناوب على السلطة، هذه الأجيال التي تتعاقب على الصورة، لا، هذه صورة مسيطرة من البداية. إذا كنا نقول على محمد عبد العزيز رحمة الله عليه أنه كان في السلطة 40 سنة، فهذا اللي تقدمه لقيادة البوليزاريو كان في السلطة منذ 73، أي منذ 44 سنة. إذا ليس هناك صناعة أجيال جديدة؟ نعم. ما هي أهم القرارات التي اتخذتم أمس في اجتماعكم المسبق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الديمقراطية الصحراوية، ولماذا الحكم على المؤتمر حتى قبل انعقاده؟ لأننا من مكة وأهل مكة أدرى بشعابها، لأننا من مؤسسة الجبهة ونعرف الجبهة ونعرف خباياها وخبايا قراراتها. وأهم القرارات اللي اتخذناها أهم القرارات اللي اتخذناها هو أننا قررنا مقاطعة المؤتمر باعتباره أنه مجرد مؤتمر مسرحية
تمرير ما تراه الجزائر لكي يحكمنا من أجل مصلحة وخدمة أجندة الجزائر 40 سنة. لهذا قررنا مقاطعة المؤتمر باعتباره غير شرعي وباعتباره مصلحية لا يمكن لنا نأتي للتصفيق عليها. وقررنا وطالبنا من الأمم المتحدة ومن الرأي العام الدولي أن يفرض على قيادة الجزائر السماح للصحران في المخيمات بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة ليختاروا فعلا قيادة شابة تحس بآلامهم بمشاعرهم بمعاناتهم لكي فعلا تبحث عن حل. هذه القيادة الحرس القديم يعيشون على حسب هذه المعاناة ولا يريدون حل بل يريدون القيادة أن تبقى إلى ما لا نهاية. وهذا هو ما يخدم المصلحة الجزائرية هو أن يبقى النزاع إلى ما لا نهاية وهذا يضر نساءنا وأطفالنا وكهولنا الذين يعانون تحت الخيام في درجة حرارية تتجاوز 50 درجة. وفي هذا المؤتمر هل سيكون هنالك أكثر من مرشح أم المرشح واحد؟ لا القيادة قدمت مرشحا واحدا هو إبراهيم غالي. إذا قدم واحد فهو فقط مثل أرنب السباق في المسابقات. إذن القضية محسومة والرجل موافق عليه والمؤتمر سيصفق لذلك وبهذا نعتبره مؤتمرا مسرحية ونرفضه ولا نشرعه ولا نشرعه حتى من الآيات بعد. نعم. وما سر خروجكم أنتم في خط الشهيد عن الإجماع الذي دعت له الدولة الصحراوية وما دلالات التوقيت وكأنكم تسابقون الزمن خوفا من شيء ما؟ لا 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 هو في الحقيقة نحن لم نخرج عن الإجماع. نحن هم الإجماع الصحراوي بخرج عن الإجماع هو هذه القيادة التي تريد أن تفرض علينا قيادة من نفس الحرس القديم التي كانت تعيش على حساب معاناتنا خلال 40 سنة. نحن ندعو للإجماع والإجماع هو الذي يدعو له كل الصحران في المخيمات الشباب والنساء والكل. نريد انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة نختار من خلالها جيلا من الشباب نختار من خلالها رئيسا شابا عاش المعاناة وعاش التضحيات وعانى من مظاهرة 12 أكتوبر لمظاهرة 9 يونيو للجزائر عاش هذه النكبات. ليست قيادة تعيش في بحبوحة نعيم. هذا الشباب لو كانوا اختاروه فإنه يشعر فعلا بهذه المعاناة وسيبحث لها عن حل. أما هذه القيادة تعيش على حساب هذه المعاناة تريد لهذه المعاناة لا تنتهي لأنه كما يقول لك أصبح تحول النزاع في الصحراء الغربية إلى عملة مقايضة في إطار الصراع ما بين المغرب والجزائر من أجل الهيمنة على المغرب العربي يستفيد منه أولئك الذين يحسنون الاصطيادة في الماء العكر. ونحن نرفض هذه الطريقة التي يتم من خلالها متاجرة بمعاناة نسائنا وأطفالنا وكل وما هو الشيء الذي يمكن أن نقول بأنكم تخافون منه دلالات التوقيت وكأنكم تسابقون الزمن خوفا من شيء ما؟ أبدا ليس هناك ما يخيفنا أبدا. ما يخيفنا هو أنه لم يسمح للنساء والأطفال والكهول من أهالينا تحت الخيام باختيار من يسيرهم ضمن انتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة. ما يخيفنا هو أن هذه القيادة ستظل تواصل مسيرتها على حسابنا. ما يخيفنا هو أن هذه القيادة ستأتي برجل يخدم مصلحة وأجندة الحليف أي الجزائر قبل أن يخدم مصلحة وأجندة الصحراويين. ما يخيفنا هو أنه لا بد للصحراويين من يسمح لهم عبر انتخابات حرة وديمقراطية من اختيار قيادة شابة تقودهم وتحس بمعاناتهم وألامهم لتبحث عن الحل ينهي هذا النزاع الذي طال أكثر من اللازم. عائلات مشتتة خلال 40 سنة. مغرب عربي موحد حلم الجميع موقف والنزاع إلى ماذا؟ لماذا؟ لأن هناك مصلحة في إطار الصراع ما بين المغرب والجزائر من أجل الهيمنة على المغرب العربي يذهب ضحيته النساء والأطفال والكهول الذين يعانون تحت الخيام خلال 40 سنة. نعم السيد المحجوب السالكن كانت لديك كلمة أخيرة تريد أن تقدمها أو دعوة. كل ما أقوله هو أنه على قيادة الجزائر وعلى الجزائر التحكم إلى التبصر إلى التعقل إلى الحكمة بأن هذا النزاع لا يجب أن يبقى إلى ما لا نهاية. لا بد من أن ينتهي هذا النزاع في إطار احترام حرية وكرامة الإنسان الصحراوي ليرجع إلى وطنه حرا كريما مستقلا بعيدا أن يتحول إلى أداة تتاجر بها القيادة وتتاجر بها الجزائر. وشكرا لك. نعم إذن شكرا لك المحجوب السالك عضو لجنة تنفيذية للجنة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب خط الشهيد.